زي ما اتفقنا ان لازم مناعتنا تبقى عاليه جدا عشان نقدر نكسب الحرب ضد الكورونا، هنتكلم النهارده عن واحد من اهم الفيتامينز الموجوده اللي بترفع مناعتنا، هو فيتامين دي. فيتامين دي موجود في جسمنا، واحسن سورس ليه، احسن مصدر ليه هو الشمس. لازم نتعرض اقل 20% من جسمنا للشمس ما بين الساعه 10 ل 12 ظهرا. ايه اعراض نقص فيتامين دي؟ الصداع، الاجهاد المستمر، تساقط الشعر، ايه الاصابه بنوبات البرد او الانفلونزا. حللوا كلكم فيتامين دي، لو لقيتوه ما بين 20 ل 30 يبقى عند حضرتك قصور في فيتامين دي، اقل من 20 لازم حضرتك تتوجهي للاستشاره الطبيه.